لو خدعك لدرجه ان احنا بتجينا تصالحات بنبقى كمجلس اداره واقفين قدام محل قد كده وعمل اوكازيون وهمي وطلع له المخالفه بنص مليون جنيه. الناس بتقف طب نعمل ايه؟ ليه؟ لان القانون هنا بيتعامل مع مساله الاوكازيون الوهمي في انها مخالفه سلوك خادع او اعلام مضلل وده منصوص عليه بعقوبه تصل ل 2 مليون جنيه غرامه. حلو. في الحاله دي فبالتالي لو حضرتك النهارده على نشبهها بتشبيه بسيط عندك السلعه او القميص ثمنه 100 جنيه قبل الاوكازيون القانون بيلزمك ان انت تشطب على ال 100 جنيه وتحط السعر بعد او اتنين ملصق او تعلنه بايا كان يعني الطريقه. تخيل بقى حضرتك في واحد يروح شاطر شويه يروح كاتب عليه 120 ودلوقتي بقى ب 100 ده اسمه اوكازيون وهمي. ده اللي بتكلم عنه انه توصل عقوبته ل 2 مليون جنيه. العقوبه دي قبل قانون حمايه المستهلك لما يتعمل واشتغل كانت 100 جنيه. ده يغش براحته بقى وادفع الغرامه وعادي. فكانت المساله وصلت ان بقى الاوكازيون الوهمي بيوصل ل 30% من حجم الموسم. وبالتالي تأسس ثقافة عند الناس ان الاوكازيون يعني خداع. المصريين النهاردة لما بدأت تطبق العقوبة نسبة الاوكازيون الوهمي بقت كام؟ 2% 2% من 30% ل 2% انا عشت الفترتين ان كان بتبقى حوالي 30-31% نسبة الاوكازيون الوهمي والنهاردة 2% لان بقى في قانون رادع احنا بنمهدنا وقلنا للناس انت التاجر بيعمل الاوكازيون ليه؟ كما لو كنا بندافع عن الايه عن التاجر لا احنا عايزين حركه الاقتصاد تستمر والتجاره تستمر بس طبعا. بدون اي نوع من خداع للمستهلك صح. فبالتالي بقى القانون قاسي شويه في حته اي محاوله لممارسه سلوك خادع للمستهلك بقت الغرامه من 100 جنيه ل 2 مليون جنيه فبالتالي عماله تنقرض حتى طبعا. النسبه اللي للاسف بنلاقيها جوه ال 2% دي عادة بيكون من الهواة مش من المغامرين مش من المحترفين خلاص مفيش محترف يعني اسمه لا, لا 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 خالص استحالة يعني لو بقى له سنتين في السوق ما بيحصلش منه خلاص عمل اسم وعارف كويس قوي انها يعني تكسر ظهر يعني لا طبعا مش مليون جنيه يعني مفيش هزار فاهمني زي حتى وبعدين ايه ده لو هو عنده 10 فروع وفي الكلام ده 10 في 2 يعني دخلنا في بتبسط انا بالحاجات دي الاجراءات الرادعه دي بتبسطني رقم جهاز حمايه المستهلك كام؟ 19588 19588 اتصلوا بنا تجدوا ما يسركم من الساعة 9 صباحا ل 10 مساء طوال أيام الأسبوع بدون عطلات بدون أجازات بدون أي حاجة من 9 صباحا ل 10 مساء يعني من قبل ما المحلات تفتح لحد المحلات ما تقفل وبالتالي حضرتك تقدر دايما توصل لجهاز حماية المستهلك على مدار الأسبوع بعد الساعة 10 مساء حضرتك أو خلال اليوم عندك رقم واتس أب تقدر تخش تعمل الشكوى 015-47-49 015-47-49 رقم سهل حط بقى تحتها يا نديم رقم الواتساب انا احب اصل ايه الاحسن من الشغل ظبط الشغل تاني 015-47-49 سهل وبسيط ومزيكا قوي بصراحه